السلام عليكم. من منا لا يعرف محمد علي كلاي؟ وهو أشهر ملاكم في التاريخ، الملاكم الأمريكي، وهو من عائلة أمريكية من الطبقة المتوسطة. اعتنق الإسلام سنة 1964 وغير اسمه إلى محمد علي بعد أن كان اسمه السابق كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور. أحرز بطولة العالم في الوزن الثقيل 3 مرات. يعد كلاي أعظم الرياضيين في القرن العشرين. لا يمكن لأي شخص أن يتقارن به. إنه مستعد للموت ليحقق هدفه. أنا لست مستعدا للموت لأحقق هدفي. والآن سوف نترككم مع أبرز نزالاته التي خاضها.